تحديد ايراني بالهجوم على اسرائيل روسيا تعلن حاله الطوارئ وهبوط الاسهم الامريكيه جميعها امور يبدو بانها لا تشغل اهتمام بايدن ببساطه لانه منشغل بالاستمتاع باشعه الشمس على شاطئ البحر بفيديو انتشر بشكل كبير لرئيس الأمريكي جو بايدن وهو مسترخي على شاطئ يستمتع باجازته طبعا هذه المشاهد استفزت الامريكيين ووجهوا لبايدن انتقادات لاذعة وشافوا بأنه تصرفه بدل على إهماله للواجب طيب الحقيقة مشاهدينا مش بس بايدن اللي استفز الأمريكيين ترامب أيضا كان له نصيب كبير في الانتقادات ترامب استخدم بتجمع انتخابي له بمونتانا أغنية My Heart Will Go On طبعا هاي الغنية بتعرفوها لسيلين ديون بفيلم تايتانيك وهو ما أزعج ديون وقالت بأن حملة ترامب فعلت هذا من دون أي تصريح طبعا سيلين ديون مشاهدين لديها سابقة مع ترامب كانت رفضت الغناء بحفل تنصيبه عام 2017 من ترامب لكاملا هاريس يلي لم تسلم أيضا من السخرية والانتقادات ترامب اتهم منافسته الديمقراطية بأنها محتالة بعدما لجأت للذكاء الاصطناعي لتضخيم الحشود بشكل مزيف خلال زيارتها لمدينة ديترويت بحين أن الصور الحقيقية كشفت بأن لا أحد كان هناك خلونا نشوف الفيديو فريد خليل الخبير بمواقع التواصل الاجتماعي معنا من بيروت للحديث اكثر فريد مرحبا بك يعني كما هاريس المرشحة الديمقراطية اليوم عم تواجه اتهامات باستخدام صور تم انشائها بالذكاء الاصطناعي من اجل تصوير حشود كبيرة بالتجمعات الانتخابية خلينا نبلش بهيد الادلة اللي بتشير لاستخدام فعلا الذكاء الاصطناعي خصوصا انه انصار ترامب ايضا اثبتوا وجود لقطات تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي خلينا نحكي أيضا شو هي هذه التقنيات المستخدمة بالبداية مرحبا يا كل ولكل المتابعين يمكن هيدا أول انتخابات رح نشهد فيها تدخل كتير كبير للذكاء للزك... الاصطناعي بشكل بشكل واضح يعني وصار في حتى قبل هذه الحادثه عده حوادث رح نحكي عنهم اليوم التقنيات هي هينه بالنسبه للذكاء الاصطناعي بطلت صعب اليوم اي حدا انه يقدر اليوم يزيف صور معينه فيديوهات معينه صوت معين لاي موضوع كيف بالحالة اذا كانت انتخابات ونحن بنعرف قديش اليوم في استقطاب كثير كبير بهيدي الانتخابات من قبل اما الديمقراطيين او الجمهوريين، ترامب اتهم كاميلا هاريس بهذا الموضوع بالوقت اللي كمان خلينا نقول اللي اخذ بعض الصور عن كاميلا هاريس فرجى انه لا كان في حشود هو ما كان في حشود مش انه مثل ما اتهم ترامب ما كان في حشود بالمره ولكن ترامب عم يتهم انه كان في نزاد عدد من الناس مم. على بعض الصور ليبين انه كان في حشود كثير 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 كبيره بالوقت اللي كان في يمكن حسب التقديرات عم بتقول انه حوالي 15 ألف شخص بالمطار عم بيستقبل كمال هارس لازم نعرف نحن اليوم تقنيا كيف بتصير هيدي العمليات اليوم بكل بساطه يعني قبل قبل ما نبلش بهيدا النقطه فريد بصور. انت حسب اليوم. خبرتك هل بتشوف انه فعلا زادوا كميه الحشود من خلال الذكاء الاصطناعي ام ان الامر ليس صحيح لا الحاله خلينا نقول يارا ما كان كثير صح اللي عم بقوله دونالد ترامب لانه الصوره بينت من عده زوايا رجعوا فرجوا انه هي كانت صوره طبيعيه لعدد الحشود اللي كان موجود بهيدا المطرة المطرح اذا عم نحكي بالنسبه لهيدي الصوره ولكن طريقة أخذ الصورة بينت شوي بتشبه اللي بيطلعوا بالذكاء الاصطناعي لأنه اليوم نقدر نعرف شوي للي عنده خبرة بالذكاء الاصطناعي بيقدر يعرف شوي طبيعة الصور اليوم اللي عم تطلع ببرامج الذكاء الاصطناعي بنوع من الألوان والإضاءة اللي بتطلع فيهم هيدول الصور عم يبين الفرق فلذلك الموضوع هالقد عم بيكون كثير دقيق يعني هذا الموضوع ما حدا رح خلينا نقول يقدر يثبته بشكل 100% لانه عن جد هالقد صار دقيق ومع التطور اللي عم بصير بالذكاء الاصطناعي وللبرامج اللي عم بتكون وسهوله اي حدا انه يقدر يخلق من هذا النوع من التزييف العميق خصوصا نحن هي هيدا النقطه الكبيره اليوم بالذكاء الاصطناعي او ما يعرف بالديب فيك اي التزييف العميق اللي ممكن فعلا يأثر كثير بالانتخابات رح نرجع لهذه النقطة فريد ولكن اليوم هذا الوضع وصف بأنه يعني شكل من أشكال التلاعب النفسي وأيضا التدخل بالانتخابات الأمريكية مما بطبيعة الحال أثار مخاوف بشأن الآثار الأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا بهذه الطريقة بالانتخابات تحديدا الأمريكية وأيضا حول العالم كيف اليوم يمكن انه ياثر استخدام الذكاء الاصطناعي بتزييف الفيديوهات على نزاهه العمليه الانتخابيه الامريكيه عم نحكي بطبيعه الحال يارا ممكن ياثر بشكل كثير كبير يعني نحن اليوم اذا انا بقدر اخلق صوت خلينا نقول دونالد ترامب او كاميلا هاريس استنسخه ويصير في بعد مثلا موضوع معين هن مش قايلينه مثلا اما لتشجيع على الانتخابات او لمنع العالم من انه يروحوا ينتخبوا بمطرح معين وصارت مثلا بتزييف لصوت لجو بايدن بنيو هامشاير وصارت وصار هذا الفويس عم ينتشر عند عند الامريكيين ويقولوا له اتركوا اصواتكم مش لهلا لا الانتخابات بنوفمبر ليكون عندنا رده فعل اكثر ايجابيه ولكن هذا الشيء كان صوت مستنسخ لجو بايدن وليس حقيقي وفعلا في كثير من العالم بوقتها يمكن تاثرت بهذا الصوت وما راحت انتخبت من 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 ناحية أخرى ممكن اليوم نحن بنعرف موضوع السود والبيض بأمريكا قديش حساس ممكن كثير يصير تزييف لصور او تزييف لصوت او حتى فيديو وينحط كلام على لسان دونالد ترامب او على لسان كمالا هاريس وهو منه حقيقي وينتشر بشكل كثير بسرعه خصوصا انه مواقع التواصل الاجتماعي قادره تنشر هذا الموضوع بشكل سريع. ممكن حتى المسليدينغ انفورميشن او المعلومات المضلله هيدي ممكن كثير تاثر على الناخبين وحتى على الناس اللي بيديروا الانتخابات، مش بس هون ما بتوقف بس على هيدي النقطه ممكن بفرز الاصوات ممكن يصير في مشاكل كتير طيب. كثير كبيره خصوصا ان نحن سمعنا كثير بفتره كمان على الانتقال السلمي بالسلطه قد ممكن يكون بعد الانتخابات موضوع دقيق طيب اليوم بما انه في قدره كبيره على تزييف الاحداث بالاضافه لتصريحات بشكل مقنع يعني ممكن يؤدي لتغيير وجهات النظر بالنسبه للانتخابات الامريكيه اليوم مما يجعل من الضروري يعني ما بتشوف انه اليوم ضروري وضع ضوابط وتنظيمات صارمه لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالحملات الانتخابيه؟ اكثر من ضروري ومش بس بالحملات الانتخابيه بشكل عام لك كافه المواضيع اللي ممكن تكون متوجهه للراي العام، ولكن خلينا نقول ونكون واقعيين هلا رح يكون كثير صعب ضبط هذا الموضوع لعده اسباب، اولا المنصات هي مقسومه، يعني منصات اللي تابعه علاماتها هي بتدعم الديمقراطيين حسب ما يقال ومنصة اكس صار شوي اصبح جدا واضح انه هي بتدعم الجمهوريين بشخص ايلون ماسك اللي هو اعلن دعمه الشخصي لدونالد ترامب ففعلا هذه المنصات اليوم رح تكون منحازة بمطرح معين وما رح يمكن يكون في مراقبة جدا للمحتوى اللي عم اللي عم بيكون عم ينطرح ولكن الحاجة هل ترى هي ضرورية هي اكثر من ضرورية لانه فعلا فيها تأثر بشكل كتير كبير للتقنيات المستحدثة بالذكاء نعم. الاصطناعي للتزييف العميق اللي فعلا صعب كثير الواحد يقدر يكتشفها يعني وقت عم نحكي نحن مع جمهور هالقد واسع وكثير كبير بملايين الاشخاص ما فينا نضبط انه الكل بيقدر يميز ممكن بعض الاشخاص رح تقدر تميز هذا الموضوع ولكن وقت عم نحكي بملايين الاشخاص ما رح يكون عندهم القدره كلهم انه يميزوا اذا هيدا الموضوع صحيح ام خاطئ هيدا طبعا بد نعم. بدها قوانين بدها بدها تكون الدوله والحكومة, نعم. والحكومه بامريكا هي عم عم تطرح هكذا مواضيع و لا ما في ضوابط لهذا الموضوع فريد خليل الخبير بمواقع التواصل الاجتماعي كنت معنا من بيروت شكرا لك